مكتشف كروية الأرض أول من دار حول الكرة الأرضية هو فرديناند ماجلان وذلك في سنة 1521 في إطار رحلته حول العالم التي انتهت به في الفلبين ماجلان هو بحار ومستكشف إسباني كان أول اكتشاف له جزيرة كوام الواقعة غرب المحيط الهادئ وعندما وصل سفن ماجلان الى شاطئ هذه الجزيره خرج ابناء قبيله كاموروس التي كانت تسكن هذه الجزيره للترحيب بهم وربما لم يكن سكان هذه الجزيره قد راوا اي اوروبيين قبل ذلك الوقت لذلك لم يشعروا بالقلق من نزول رجال ذوي بشره بيضاء على جزيرتهم وقد سرع سكان الجزيره بمقابله سفن ماجلان قبل ان تصل الى الشاطئ في قوارب صغيره محمله بالطعام والغذاء ولم تمر سوى سنوات قليله حتى تدفقت السفن الاوروبيه المحمله بالتجار ومعهم المسلحون الذين فرضوا سيطرتهم على تلك المناطق لتبدا مرحله من اطول مراحل الاستعمار في التاريخ. <applause> ابن بطوطه من هو؟ هو رحاله ومؤرخ عربي لقب بامير الرحاله المسلمين. ولد بمدينه طنجه بالمغرب عام 1304 من الميلاد. قام ابن بطوطة برحلات عديدة طاف خلالها بلاد المغرب ومصر والشام والحجاز والعراق وفارس واليمن والبحرين وغيرها من بلاد ما وراء النهر وكذلك بلاد الهند والصين وأواسط أفريقيا بدأ ابن بطوطة رحلاته وهو ابن واحد وعشرين عاما كان الهدف من وراء رحلاته أن يتعلم المزيد عن ممارسة الشريعة في أنحاء بلاد العرب استغرقت رحلة ابن بطوطة 27 سنة من عام 1325 إلى عام 1352 من الميلاد، ومات في مراكش سنة 779 من الهجرة الموافق لعام 1377 ميلادية، تلقبه جامعة كامبريدج في كتبها وأطالسها بأمير الرحالة المسلمين.